السلام عليكم الإخوة الكرام، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أش بان لكم دابا في هاد ولد الكلبة ديال الحكم؟ واش ماشي تنزل تسنخمو؟ أنا ضد الشغب وضد أن نعطيو صورة خايبة، ولكن بحال هذا راه الشعر كيوقف صاحبي. وحكم كيدفع منتخب باش يجيب هدف التعادل، كيضرب العرق صاحبي ديال الحكيمي، ديال بن الصغير، ديال محمدي، ديال رحيمي، ديال كلشي كيضربه في الزيرو. حكم اللي بدا هو كيدفع المنتخب الارجنتيني. انا في الاول انا كنت كنقول لا، ربما غير اخطاء ما مقصوداش. قسما بالله الا كيكون خطا ديال الارجنتين ما فيه هو كيسيف ليه، ديال المغرب معيق باين واضح، يقول لهم لا نوض. الله يهديك. ودابا غادي نشوفوا اللجنه الاولمبيه واش غادي تتحرك، لان هذا خصو عقوبه. والجماهير المغربيه راه صبروا، راه عندهم الزهر ما لعبوش في المغرب، كون في المغرب وي عندنا الامل غادي يحضيو مزيده. ولكن راه كاين شي وحدين اللي كيغليو بحال هاد اللقطات اللي ضد المغرب، ولا ما يقدرش يصبر. ويلي يا صاحبي، ما بقى غير دخلت ماركي انت، كون دخلتي ماركيتي احسن. عرفتي هذاك الحكم كون دخل ماركه كنت كنتحسن. وانت كدفعهم حتى والو. اجي نزيد لهم ربع ساعه، نص نهار يا صاحبي، زدتي لهم نص نهار الا بغاو غير ما يماركيوش. صافي تدار لونترينور الشورج ديال هادو، صافي هادوك اللي غادي يبقاو باش انهم يسيروا ديك 4 دقائق 6 دقائق كاع 8 دقائق ديال الوقت البطل ضايع. كيصطدم 4 ساعه وربع ساعه، علاش غادي نخرج انا هذا ونخرج هذا ونخرج؟ نخليهم يزيدوا شويه. لا حول ولا قوه الا بالله، واش كتلقى بحال هاد الحكام هادو؟ وفين الكراغله اللي جلسوا كيشجعوا الارجنتين؟ كيقول لك لا وكذا ما هكذا، كانوا معولين كون غلبنا الارجنتين يقول لك القطاع هو اللي شرى المقابله يا اخو. قالوا كل شجعوا والو، حنا المغرب كيلعب ضد والو نشجعوا والو. ودابا شجع، دابا راه الحكم دابا اللي تكونوا كتشجعوا راه ابلى البلاء الحسن. دابا الحكم دابا راه عجبكم، تلقى دابا فرحانين به الكراغله. الحكم بحال هذا صاحبي ربع ساعة، وقتاش كتعطى ربع ساعة؟ وقتاش؟ راب شي مدرج كيصلحوا فيه كدا، وقفوا المقابلة، تتفاضوا شي مشكل في الأضواء كيصلحوهم، توقفت المقابلة، شي شغب نزلوا للجمهور حبست المقابلة. ستة المرات ولا سبعة كيمشي الحكم للفار، غادي جاي للفار ضيع الوقت، يقدر يزيد 10 12 13 حتى 15 وبزاف. ما شفنا حتى شي حاجة من هذا الشيء، ما شفنا حتى شي حاجة من هذا الشيء. كون جبنا الساعة دابا هالمقابلة تقدروا تعاودوها، وجيبوا الساعة فين ما توقفت كرة تلقى ديك الساعة كرونو، فين ما رجعت كرة دارت كرة حبس الكرونو. وإلا جمعتي 4 دقائق صحيحة أوجيك، ما كايناش 4 دقائق صحيحة، وأربعة أربعة ما كايناش صحيحة، ما كايناش 4 دقائق. كنجيو كنصطدموا أنه عطينا ربع ساعة ديال نص نهار. لو كان لبستي أنت ودخلتي لبستي الزرق ومركيتي الهدف حسن، واش ما تقبلتوش أن المنتخب المغربي ولا كينافس الكبار؟ ما تقبلتوش ان المنتخب المغربي ولا مصنف ضمن الكبار؟ راه اليوم مع الارجنتين، غدا مع الالمان، بعده مع هولندا، ونبين لكم ان الاسبوع شفنا اش درتو مع فرنسا. دابا كنتاكدوا في ديك القضيه اللي وقعت مع فرنسا، داكشي اللي وقع مع فرنسا عاد دابا كنشوف ديك كيقول لك لا راه الكواليس، راه الحكام بغاو يطيحوا المغرب. كنقولوا اش من بغاو يطيحوا المغرب؟ اش من غير المغرب ما عيا والاصابات ديال اللاعبين عاد كنتاكدوا داك الشيء فري مع فرنسا. هادشي كيوضحنا داك الشيء مع فرنسا راه فري، راه بالعاني بغاو يطيحوا المغرب. الفينال يلعبوا المرة ولا ما يلعبوش المرة، تلعبوا فرنسا والارجنتين. لا حول ولا قوة الا بالله. واش كتشوف دابا حتى اللعابة عطاو داك الشيء اللي عندهم؟ ما كيبقى فيك دابا غير اللعابة، تقاتلوا زيروا داروا اللي عليهم. كيجي حكم بحال هذا كيفشلهم كلشي، كيضربوا لهم في الزيرو كلشي في الزيرو. وكنتمنى انا اللي عندهم جرأة انهم يقولوا الصراحة، لا من ناحية ديال الكراغيلة، لا من ناحية المحللين بين ديال بين سبور ديال قنوات اخرى، يقولوا الصراحة اش بان لكم في ربع ساعة؟ هذه مقابلة تعطى فيها ربع ساعة وقت بطل ضائع ديال الشوط الثاني، ماشي ديال مقابلة كاملة، تجمع مقابلة كاملة.
تجمع الوقت البطل الضائع اللي ضاع في المقابلة كاملة ما تلقاش 4 دقائق، واجمعهم جمعهم سير قلب على المقابلة عودة وما تلقاش 4 دقائق. دازت لهم 4 ساعة شوط بطل ضائع، وجري انت وتقاتل انت ورد كواري وبني الهجمة، يجي حاكم كيعطيهم 4 ساعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا بغي نشوفوا صاحب القجع، وفينا هو القجع دابا؟ دابا القجع هو اللي كيعاوننا، القجع الكولاسة، وفينا هي الكولاسة والقجع؟ ياك تظلمنا في قطر أمام العالم وعصرفوا بها العالم أن الحكم ظلم المنتخب المغربي في قطر، ياك تظلمنا اليوم في الأولمبياد في فرنسا والعالم يشهد أن تظلمنا، ياك تظلمت الوداد فرنسا والعالم يشهد أن تظلمت فرنسا، ياك تظلمت الرجاء في مصر أمام الأهلي ديك الكورة اللي ضربت ليه في الفخذ وحسبها بيلانتي والفار كاين والمخرج كاين أمام العالم. بلا ما نهضرك على ليفار اللي تظلمت فين تظلمت ليفار في الجزائر، والحسنية اللي تظلمت أيضا، وبركان اللي تظلمت، أين القجع؟ دابا السؤال ليكم أنتم اللي كتقول لنا القجع القجع القجع. القجع كيزيد بكرة كرة القدم الوطنية للقدام، ماشي عن طريق الكولاسة، عن طريق البنية التحتية وأوراش كيبدا الهرم من التحت، كيبدا من الساس الخدمة أكاديمية وبزاف ديال الحوايج، والخدمة غادا المفعول ديالها والنتيجة هي اللي كتعطى أن الأرجنتين كتوصل أنها كيتزاد لي 4 ساعة باش تجيب التعادل ضدنا، ولا شرف لي تجيب التعادل ضد المغرب. شوف فين وصلنا، وصلنا أن الأرجنتين ولا عندها إنجاز أنها تجيب التعادل ضد المغرب، إنجاز أنها تجيب التعادل ضد المغرب. نتمنى أن اللاعبين يحطوا رجليهم للأرض ويفكروا في المقابلة القادمة. هذه فاتت المقابلة داس، نفكروا في المقابلات ديال أوكرانيا وديال العراق، وإن شاء الله تأهل ونبينوا للعالم أن رغم الداء والأعداء يبقى الأسد أسدا، رغم الكراغلة والتعالب الصحراء والنباح والعويل في البلاطويات يبقى الأسد أسد والتعالب كلاب نبحوا مورانا، القافلة تسير والكلاب تنبح. هذه مجرد مقابلة، غير هذه عطاتك بزاف ديال الحوايج، كتبين لك أن راه العراقيل راه كتدار لك كمغربي كدولة مغربية كذا باش ما تزيدش لقدام، وبالعزيمة ديالنا والاتحاد ديالنا يد وحدة كاملين نقدروا نزيدوا رغم الداء والأعداء. راه ما تجيبوا حكام ضدنا، راه ما تديروا بلاطويات ضدنا، راه ما تديروا داكشي ضدنا، حنا ما مركزينش معك، مركزين مع الهدف ديالنا وغاديين. هاد المقابلة تحيد لنا الفوز، تحولت من 3 نقاط لنقطة وحدة، ماشي مشكل، العالم كله اعترف أننا كنستحقوا 3 بوان ضد الأرجنتين، العالم كله كيعترف أننا كنستحقوا 3 بوان ضد الأرجنتين. مقابلة داست، كنفكروا في المقابلة القادمة، وإن شاء الله يكون خير في قادم الأيام. المنتخب المغربي يستحق أكثر من هذا، يستحق أننا نوقفوا كاملين ونصفقوا ليه، لأن دار مقابلة زوينة ضد الأرجنتين، وراه ما سهلاش راه الأرجنتين هذه راه أبطال العالم هذا. ورغم ذلك تسناو الكادو والهدية اللي هداها لهم الحكم 4 ساعة يا صاحبي السنار ما طاح روح، ما توقفت المقابلة، ما راب مدرج، ما بطول جماهير يحتجوا توقفت المقابلة، غير جاتك في راسك 4 ساعة. وانا فاش داروا 4 ساعة في التلفاز قلتلهم ما يمكنش يا صاحبي، واش هذا بعقلو؟ 4 ساعة و4 ساعة يا صاحبي، يهديك ربي يا هذا. انت دابا نحسبوك مع الكراغلة دابا، وكان قلبتوا على هاد الحكمة تلقاو اصول كرغولية، ما هذا يا حكم، ما هذا 4 ساعة، يهديك ربي يا حكم، يهديك ربي. كل ماشي مشكل، شوف خيرها في غيرها، نساو الماضي، نفكروا في الغد، نفكروا في مقابلة أخرى، حنا كنمشيو خطوة بخطوة باش نديروا نفس الإنجاز اللي دار في قطر، أو نديروا حسن منه. إلا ما تلاقيناش مع حكام بحال هذا، مملكة تلقى مع حكام بحال هذا راه سالات الحفلة الإخوان، راه الحفلة سالات. مش كتصطاد مع حمار بغل بحال هذا اللي كيشوف غير أنه يفشلك يطيحك، راه صعيب أنك تدير شي لعبة، صعيب 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 صعيب. الإخوان وصلنا لآخر هذا الفيديو، ديما مغرب
من طنجة إلى القويرة، ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة، ديما مغرب رغم الداء والأعداء، رغم التحكيم وربع ساعة. ذاك ربع ساعة تبقى للتاريخ. ذاك الحكم عفتي لما وقفوش ربا داروا فيها التلعبة، توقف مدى الحياة. ذاك خصو يمشي يقرأ أزيرو هذاك ويجي يديروا معاه بحث وتحقيق، يشوفوك ما شدش فلوس. إخوان وصلنا لآخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة، ديما مغرب من طنجة القويرة. السلام عليكم.